أعرف وزير فرح، كنت أعرف وزيرا، هذا الوزير ذهب إلى أحد دول المغرب العربي وبالتحديد إلى المغرب، وذهب إلى أحد العرافات في أحد ضواحي بغداد، وكان يدفع لها أموال كبيرة في سبيل أن تقرأ له طالعة، وحينما لم يجدد له قال لها: أنا مستعد أدفع لك ما تشاءين مقابل أن تعملي لي أي عمل يجدد لي ولاية جديدة من وزارة جديدة.